دلوقتي مبادرة جديدة ومختلفة لتثقيف وتعليم أطفالنا التاريخ المصري القديم من خلال إعادة إحياء الألعاب المصرية القديمة. الألعاب اللي تم العثور عليها ضمن مقتنيات المقابر المصرية القديمة وتعرفنا عليها من عدد من البرديات. النهاردة هنكتشف تفاصيل أكتر عن المبادرة والألعاب اللي هيتم إعادة إحيائها مرة تانية مع خبيرة التراث الثقافي غير المادي الدكتورة رانيا صلاح. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك بخير والله الحمد لله. الفكره كويسه، عايزين نتكلم مع حضرتك عن بدايه المشروع ان احنا نتكلم عن الالعاب التراثيه وايه هي الالعاب التراثيه. احنا كان عندنا مشروع لاحياء حرفه التطعيم بالصدف والنحاس والاحجار على الخشب او على النحاس. وبعدين من المنتجات اللي احنا بدانا نشتغل عليها الالعاب المصريه القديمه، ولقينا ان في كذا لعبه واشهرهم لعبه السنت، فبدانا نشتغل على انتاجها وتطعيمها. يعني مش مجرد يعني منتج لعبه ممكن ننتجه بالتطعيم، وانها يعني اللعبه نفسها ليها فلسفه ومفيده جدا ان احنا عباره عن ايه اللعبه على تعليم الاطفال ليها. فانتجناها بكذا طريقه، انتجناها بطرق ارخص وطرق اغلى وبخامات مختلفه عشان نقدر نتاحها لكل الناس. طيب هي عباره عن ايه اللعبه دي؟ اللعبه دي عباره عن هي تعتبر اقدم بورد جيم على الارض، اقدم لعبه لوحيه على الارض. وهي اللي بعدها طلع منها بقى الشطرنج والطاوله وكل اللعب اللوحيه اللي احنا عارفينها. فهي بورد كده 30 مربع متقسمين على 3 صفوف، بتمثل شهر في مصر القديمه. الشهر في مصر القديمه كان 3 عشرات مش 4 اسابيع زي دلوقتي. فالثلاث عشرات دول بيمثلوا شهر، وبيمثلوا كأنهم اللي بيخرج من اللعبه الاول. يعني هي بيلعبها لاعبين، واللي بيخرج من اللعبه الاول كأنه بيتأهل للحياه الاخرى الاول. الحياه الاخرى هي الرضا، وهي زي النيرفانا، وهي يعني هي فهي لعبه فور فن، ولعبه الناس تلعبها عشان تتبسط بيها، وفي نفس الوقت لعبه تدرب الناس على الحياه بطريقه افضل. وكنا بنتكلم عن الهدف من اكتشاف مثل هذه الالعاب، وقد يتساءل البعض ايه اهميه ان اولادنا يعرفوا مثل هذه الالعاب؟ ان هم يعرفوا مثل هذه الالعاب، ان هم يعرفوا قد ايه احنا تاريخنا، احنا اصحاب اقدم حضاره واصحاب اهم حضاره اللي منها طلعت كل الحضارات الثانيه. فالحضاره مش مجرد عماره، او لا، الحضاره كانت بتغطي كل نواحي الحياه. والحضاره طلع منها، فالناس كانت بتلعب زي ما بنلعب دلوقتي، مش بس كده، لا، ده طلع من لعبه السنت العاب، كل الالعاب اللوحيه اللي بنلعبها زي الطاوله والشطرنج وكله. والحضاره وكمان اللعبه نفسها ما كانتش بس للترفيه، لا، ده كان فيها فلسفة دينية. ازاي بني ادم يقدر يتدرب في الحياة الدنيا على انه يكون مواطن صالح، يقدر يلعب اللعبة دي ويعرف يعيش فلسفة دينية في الدنيا بطريقة افضل. فيقدر ازاي يتأهل للحياة الاخرى. فاللعبة دي اصلا كانت موجودة من ايام الدولة القديمة، ويمكن قبلها كمان، بس من ايام الدولة الحديثة بدأت أهميتها الدينية، بدأت أهميتها الفلسفية. فهي اللعبة الناس بتلعبها عادي، ومع ذلك ممكن برضو يعني تتدرب بيها على إنها تبقى مواطن صالح أفضل، يعرف بعد كده يعيش بطريقة أفضل، ويعرف يتعيش بطريقة. لو هو مثلا الاثنين بيلعبوا مع بعض، هي لعبة اثنين لعيبة بيلعبوها مع بعض، اللي بيكسب هو اللي بيخرج الأول من اللعبة، مش اللي بيقعد، مش اللي بيخرج التاني. اللي بيكسب هو اللي بيخرج الأول، هو اللي بيخرج. فلعبة تنافسيتها، لو لعبت التنافسية هتخسر، وفي نفس الوقت برضو لو قلت ايه ده، دي لعبة بتتلعب بالظهر، دي بالحظ بس، ولعبت كده من غير ما تركز ومن غير ما تعمل استراتيجيات ومن غير ما تسعى في العالم، هتخسر. فهي بتدعو البني آدم انه يسعى في الدنيا، وانه يساعد، مش مجرد لعبة ليها بعد، يشتغل على نفسه طول الوقت. طيب التفاصيل اللي حضرتك بتقوليها دي ازاي عرفتوها؟ هل كل ده مكتوب في البردية؟ لا، هم هو مش بس برديات، هم كانوا بيلاقوا اللعب دي على حيطان المقابر، وبيلاقوها هي شخصيا، يعني مع مقبرة توت عنخ آمون لقوا أربعة. اللعبة موجودة، لكن فلسفتها ازاي عرفناها وطريقة اللعب نفسها؟ من كذا بردية فعلا، هو من كذا بردية، وطبعا ما حدش متأكد ان هي دي بالظبط نفس القواعد اللي كانت بتلعب زمان، بس من كذا بردية عرفوا يجمعوا القواعد عامة
والقواعد فعلا لايقه اللي طلعت بيها، اللي عرفوا يطلعوها لايقه على الفلسفه الخاصه بيها. فهي الطريقه اللي بنلعبها بيها دلوقتي تعتبر على الاقل كانت قريبه من الطريقه اللي بتتلعب بيها زمان. طيب هل احنا بصدد اكتشاف العاب جديده، هل احنا بنسعى دائما لاكتشاف مثل هذه الالعاب؟ هو في العاب فعلا، في العاب تانية مكتشفه في مصر القديمه، بس لعبه السند كانت الاكثر شهره والاكثر يعني تواجدا. فاحنا بننتجها دلوقتي بخمس انواع بننتجها، وناويين كمان نكتب ننتجها بنوعين كمان. احنا بننتجها على الخشب، وبننتجها بالتطعيم، وبننتجها بالاحجار، وبننتجها بالصدف وبعظم الجمل وقرن الجاموس، وبننتجها بطريقه سهله رخيصه بالام دي اف. بس ان شاء الله ننتجها كمان على الجلد وبالخياميها وعلى ورق فردي باذن الله ان شاء الله. اللعبه الثانيه بعد ما نخلص ده ممكن نبدا نشتغل على لعبه اسمها محن، بس هي اصعب بكتير، فلسه بنشوف ازاي بتتلعب وهنعرف نلعبها بطريقه يعني تفيد الناس فعلا ولا مش هنعرف نلعبها قوي. حلو قوي، طريقه تفيد الناس يعني لعبه. لو هنرجع مره ثانيه لعبه السنت والفلسفه الدينيه اللي كانت موجوده فيها، اعتقد ان احنا ممكن نعملها حاجة بتعلم القيم، يعني في نفس الوقت جزء للترفيه لكن فيها جانب آخر توعوي، يدي مبادئ، يدي قيم، ده ممكن نعمله. بالظبط ده اللي بيحصل. احنا اوريدي بننتج اللعبة وبنعمل فعاليات ثقافية في متاحف مختلفة او عندنا في المكتب او في اماكن مختلفة، بنعلم الناس الصغيرين والكبار ازاي يلعبوها مش بس بنتيحها. فاحنا بنعمل ده، واحنا برضو احنا بنبيعها بنحط مع العلبة فلسفتها وطريقة لعبها وإزاي الناس تعرف تتعلم منها مش بس إنها تلعبها. شكرا جزيلا يا فندم الأستاذة رانيا صلاح خبيرة التراث غير المادي، ألف شكر لحضرتك.